إن كنت تبغي الهداية فاصغى لهذه الوصايا، تحظى بعين الرعاية حسب أمور شرعية. يا سلام يا سلام، وصايا الصالحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا وصايا الصالحين. كنا في حلقة ماضية قد تحدثنا إليكم عن وصية من وصايا الصالحين، وكانت عن الصحبة واتباع الشريعة. إليكم الآن وصية أخرى من وصايا الصالحين الكرام رضي الله تعالى عنهم. يروى أن الفضيل بن عياض لقي رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال: نعم، أعرف أني عبد الله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله تعالى فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. قال: فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ قال له الفضيل: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ يرحمك الله. قال الفضيل: تحسن فيما بقي، يعني تحسن فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما مضى وما بقي، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأخذنا على غفلة. أيها الأحبة، أيها الإخوة المشاهدون، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا من الغافلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغتنمين لأوقاتنا وأعمارنا. وصية الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى هذه لذاك الرجل هي وصية عظيمة ينبغي أن لا يغفل عنها المؤمن. هذا الوقت، هذا العمر، هو رأس مال الإنسان، إذا كان رابحا فيه ربح في الآخرة. لابد للمؤمن أن يعلم أنه كلما زاد عمره وانطوت أيامه اقترب من قبره. إنما أنت أيام، فإذا ذهبت أيامك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك يعني أنك اقتربت من القبر، وأنه قد اقترب الأجل ولا تدري متى يكون هذا الأجل. فليكن حظنا أيها الأخ الحبيب المشاهد الكريم، حظنا من عمرنا رضا الله سبحانه وتعالى، لا رضا الناس ولا رضا الخلق والنفس والشيطان. إذا كان المرء المؤمن متنبها لهذا كان عمره حجة له، وإلا كان عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا من المغتنمين لأوقاتنا وأعمارنا. نستودعكم الله ونشكر متابعتكم ومشاهدتكم لنا ولقناة مدني الفضائية مع حلقة قادمة ووصية من وصايا الصالحين. انتظرونا وتابعونا على قناة مدني الفضائية. إن كنت تبغي الهداية فاصغى لهذه الوصايا، تحظى بعين الرعاية حسب أمور شرعية. يا سلام يا سلام، وصايا الصالحين.